وهذا سائل يقول: أفطرت في نهار رمضان بسبب وقوعي على زوجتي، فما الكفارة؟ الكفارة أولا أنك تقضي تتوب إلى الله عز وجل، وثانيا أن تقضي هذا اليوم الذي أفسدته، وثالثا كفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد رقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام فإنك تطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في نهار رمضان مع التوبة وقضاء اليوم. نعم.